قيادة مبادرة وإبداع، بهذه القيم شارك طلاب من مختلف مدارس النقب بعرض مبادراتهم ضمن مسابقة المبادرة اللوائية لتحفيز الطلاب على العطاء المجتمعي والنهوض بمحيطهم من خلال العمل التطوعي وغيره من الطرق الإبداعية. أبناء الشبيبة من مدارس النقب الإعدادية والثانوية فكروا وخططوا ونفذوا مبادرات لافتة من خلال المبادرة اللوائية قيادة وتداخل اجتماعي، مبادرة وإبداع، أقيمت في قاعة المركز الجماهيري تل السبع. سنصحبكم في جولة بين مختلف هذه المبادرات. مثل هذه الفعاليات إن تنم على روح العطاء وعلى الرغبة في التقدم، وهي أحد الركائز التي يمكن الاعتماد عليها لتحويل مستقبلنا إلى مستقبل أفضل، ولتطوير مدارسنا العربية لتكون سباقة في المبادرات العلمية أو المكتبية أو الاجتماعية. فكرتنا اليوم كانت فكرة غير عن كل الفكرات، فكرة مكتبة، لكن مش مكتبة عادية، مكتبة عصرية دخلنا فيها التكنولوجيا عشان تساعد من مستوى الطالب وترفع مستوى التعليم عنده. ساعدونا طبعا المعلمات فاطمة وجدان أبو رقيق، طبعا ساعدونا إدارة المدرسة كمان. كانت طبعا فكرتنا في الأول مجرد مخزن صغير في المدرسة، فكرة ما كانت مدعومة أولا، ثانيا في البداية طبعا دعمنا المعلمات، بعدين إدارة المدرسة كملنا زي كذي، جبنا احنا الطلاب تجمعنا، جينا على حساب وقتنا في العطلات، سوينا أشياء كثيرة في هذا الغرفة، غيرنا تغيير جذري، أضفنا اللي هي التكنولوجيا، الألواح، الكتب، طبعا احنا زدنا الأشياء التكنولوجية أكثر، لأن الطالب دائما بيميل للأشياء التكنولوجية أكثر، لأن طبعا الطالب بما أنه بيميل للأشياء التكنولوجية فهذه كانت بتبعده عن التعليم، فإحنا دخلناها عشان هي تساعد للمطالعة، يقرأ أكثر، يتعلم أكثر. المكتبة كانت عبارة عن مخزن في أغراض ما بتستخدمها المدرسة، فحولناها لمكتبة تكنولوجية أكثر، فيها كتب وفيها تكنولوجيا لتجذب الطالب أن يتعلم فيها وياخذ فيها دروس تعليمية عن طريق التكنولوجيا. المكتبة كانت عبارة عن مخزن قديم كان في أغراض ما بتستخدمها المدرسة، فحبينا نطور هذا المخزن ونسوي مكتبة متطورة أكثر فيها تكنولوجيا اللي تفيد الطلاب مدرستنا وتفيد المدرسة نفسها. جولنا بين المحطات المختلفة، شفنا أعمال طلابية جدا ممتازة، وإحنا فخورين في الطلاب اللي أبدوا إلقاء جدا ممتاز للمشاريع اللي سووها، وبنتأمل إن شاء الله إن المشاريع هذه تكون أكثر، وعلى مدار السنة طلابنا جدا ممتازين وإحنا جدا فخورين فيهم. بنحيي المعلمين اللي رافقوا الطلاب وأرشدوهم لإنجاح هذا اليوم، وبنتأمل إن شاء الله في السنين القادمة المشاريع تكون على مستوى أوسع ويشتركوا فيها مدارس أكثر، وبنشكر طبعا كل اللي ساهموا في إنجاح هذا اليوم. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة. للمزيد من قصصنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترقبونا الأسبوع القادم في نفس المكان ونفس الزمان. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.